سي معاذ الشريف، لولا هو لو كانت تتم العملية هذه، لأن هو رجلي وريان، هو باني الصرح هذا نور الأخر. حضرات السادة والسيدات، تحرص الدول المتحفظة والديمقراطية على تخليد وقائعها التاريخية والحربية، وتمجد بطولات جيوشها بشتى وسائل التنويه والتفكير، يقينا منها بقيمة الاعتزاز بالذات وبما يخلده ويرمز إليه ذلك الاعتزاز من نخوة وفخار ينصهر في وجدان شعوبها. فكثيرا ما ترى وأنت تتجول في ربوع المدنها أو قراها تماثيل ونصب تذكارية تلفت الاهتمام للتاريخ وشجاعة وبسالة جنودها وتضحياتهم بساحة الواقع. لكن الوضع يختلف تماما في بلادنا التي لا تعير أي اهتمام إلى تاريخنا العسكري، بما في ذلك الوقائع البطولية التي صمد فيها السلف التونسيين في وجه الغزو الاستعماري. فكم ازدادت المدن والقرى التونسية لو خلدت المعارك التي دارت في نفسها وزوارة في بداية الاعتداء الفرنسي على التراب التونسي سنة 1881، والمعارك التي وقعت في جبل بني مطير والمرايح، وعمليات المقاومة الشعبية التي نشطت في بن بشير حيث استبسلت قبائل خمير وعمدون وبوسالم، والمعارك التي دارت في الكاف وطبرقة والقيروان وصفاقس حيث وقفت جموع المقاومين في وجه عمليات الإنزال التي عمد إليها الأسطول البحري الفرنسي، واشتدت المقاومة داخل المدينة على مقربة من أسوارها، والاشتباكات التي دارت في جابس وضواحيها جارة والمنزل وسيدي بولبابا وشنن. وتواصلت المقاومة الوطنية إلى سنة 1906 التي شهدت انتفاضة قبائل الفراشيش. كل هذه الوقائع خلدت مقاومة الشعب التونسي للغزو الفرنسي، وكتبت تاريخا بأحرف من ذهب يحمل في طياته بسالة التونسي، وتجذب الروح القتالية في طبعه. يعني كلمة معناها ينساوها الناس، يعني الشعب هذايا امتاز في كثير معناها الكفاح والمسلح بتجذب الروح القتالية، مش التونسي مسلم كما يقال، وجرأته على مجابهة الأعداء وطاقته على دحر المعتدين الغاشمين مهما توفرت لديهم من أداة طمع واضطهاد. فلا شك في الفائدة الكاملة في تخليد هؤلاء الأمجاد الجديرة بتجسيم مبذولها ورموزها في القرى والأرياف التونسية حتى لا يغمرها النسيان، حتى لا يغمر النسيان ثوابتها في الذاكرة الوطنية. إن معركة المصير بن زبر التي شهدت أول ملحمة تولى تنفيذها وتعاهد بها الجيش الوطني التونسي الفتيل وبصفة خاصة كوكبا من ضباط الشبان الذين رفضوا فكرة الهزيمة والانسحاب وترك المدينة، ترك بنزرت وأعلن قدرهم بدون جيش يحميهم، وذلك تنفيذا للتعليمات. هؤلاء ضباط الشبان هم الذين تحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية وتصدوا الهجمة الشرسة التي خطط لها ونفذها الجيش الفرنسي بوسائله ومعداته البرية والجوية والبحرية، وبفرق المظليين القادمين من الجزائر أين جربوا غرائزهم العدوانية في جميع المشتات والجبال.